كلنا شفنا بالفترة الأخيرة الحملة الكبيرة ضد دار أزياء زارا بسبب جلسة التصوير الخاصة فيها، يلي للأسف اعتمدت فيها على مشاهد أكفان وأنقاض ودمار، وهالشي دفع كتير ناس لتقاطع الدار واعتبروا هالشي غير إنساني، وصار في احتجاجات كبيرة أمام أكثر من مقر لزارا. بس كيف كانت ردة فعل زارا وشو تبريراتهم على هالموضوع رح نعرف بهالتقرير. أثار إعلان شركة الأزياء الإسبانية زارا موجة غضب كتير كبيرة خاصة بالعالم العربي، وهالشي بسبب استخدام صور بتشبه مشاهد الدمار اللي عم تصير بغزة للأسف نتيجة العدوان الإسرائيلي عليها. وتضمن هالإعلان صورة لعارضة أزياء بتياب ممزقة على أنقاض، بالإضافة لعارضة حاملة جسد ملفوف بكفن، وكمان صور لجدار محطم بيشبه تقريبا خريطة فلسطين. لهذا السبب تصدر وسم مقاطعة زارا باللغتين العربية والإنجليزية قائمة الترند ببعض الدول العربية، وخلاله دعا المغردون حملة لمقاطعة العلامة التجارية زارا يلي بنظرهم دعمت الاحتلال الإسرائيلي بحربه على قطاع غزة، وغير هيك هي سخرت من الإبادة اللي عم تصير بفلسطين. وبالنسبة لردة فعل الدار فهي حذفت الصور واعتذرت بشكل رسمي عبر حسابها بإنستغرام، وبررت هالشي إنه الهدف الأساسي من الحملة تسليط الضوء على فن النحاتين بسياق فني، وقالت كمان إنه المجموعة صممت بشهر يوليو الماضي وصورت بشهر سبتمبر يعني قبل العدوان. بس طبعاً كتير من المتابعين ما اقتنعوا بهي التبريرة وقالوا لنفترض إنه جلسة التصوير كانت فعلاً بسبتمبر، ليش ليتم نشرها بهذا الوقت بالتحديد؟